ولمزيد من التفاصيل حول موقف اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين من الجدل الحاصل في المشهد السياسي في العراق ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد عضو اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين علي عزيز. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا سيد علي. أصدرت لجنة المنظمة للتظاهرات بيانا أكدت فيها أن الميليشيات الإيرانية التي تعمل على إصدار البيانات لا علاقة لها بالمعتصمين، ما هي المواقف التي تم تبنيها باسم المتظاهرين؟ بالنسبة للمتظاهرين، يعني الميليشيات الإيرانية دائما الشرطة تحاول تتصدر الموقف، يعني طبعا الميليشيات المرتبطة بالإيرانيين أو يعني هاي الميليشيات اللي هم احنا دائما كنا نسميهم دستوا أتباعهم ودستوا ممثليهم داخل الساحات، وهذا الشيء بقى معروف طبعا للأغراب اللي اليوم بنشوفها ونلاحظ هذه الأغراب اللي هي أغراب سرقة صوت الثورة، سرقة الثورة، بعد أن كان طبعا غايتهم الرئيسية هي قتل المتظاهرين ومراقبتهم وملاحقتهم. فلذلك اليوم احنا هذه الميليشيات تبقى أصواتها هي أصوات مشاة، كل المندسين اللي يمثلون هذه الميليشيات هم يعني يكون بالأول وبالأخير هم مندسين. اليوم الثورة وضعنا احنا العجلة على السكة، والثورة بتقدم مستمر، والثورة لا تزال موجودة وقائمة وبأفضل مراحلها الثورة الآن. كانت لجنة المنظمة للتظاهرات أعلنت رفضها للعملية السياسية الحالية وممثليها من أصحاب الولاءات الخارجية، إلى أي مدى تتوقعون أن تلبي حكومة الكاظمي المقبلة مطالب ثوار تشرين؟ بالنسبة للشخص الكاظمي اللي يتكلم آخر شيء، طبعا هو أساسا هذا الشخص مرفوض رفضا قاطعا من قبل ساحات الاعتصام وساحات التظاهر. هذا انسان يعني انسان كان يشغل منصب مدير جهاز مخابرات، وهو هذا منصب امني، يعني وفي ظل هذا الرجل مصطفى الكاظمي فيما كان انه رئيس جهاز المخابرات احنا قدمنا 1000 شهيد، ويطلع وبكل وقاحه يظهرون على شاشات التلفزه مسؤولي حكومه المنطقه الخضراء يقولون بانه هنالك طرف ثالث ونحن لا نعلم من قتل الالف ثائر. طبعا ونحن فلنفرض جدلا هنا، نسلم جدلا على الرغم من ايماننا القاطع ان هؤلاء الشهداء هم سقطوا على ايدي قوات حكومه المنطقه الخضراء، هذا شيء قطعا ما نختلف عليه، فلنفرض جدلا ان هنالك طرف ثالث. فمن المعيب على شخص يرأس جهاز مخابرات لا يعرف ان الطرف الثالث لم يكن هو متواطئ بعمليه قتل الالف شهيد، فهذا ابسط سبب انه لنرفض هذا الانسان. هذا انسان ابن السلطه، هذا انسان ابن النظام المحافظه نظام المحافظه الطائفي، هذا انسان يترأس اعلى وظيفه امنيه بالبلد وهي رئيس جهاز مخابرات، هذا انسان مرفوض قطعا. احنا مستمرين ثورتنا، ومهما علت اصوات قاده الكتل وجعجعتهم مهما بلغت، فنحن سيبقى صوتنا وصوت الثوره هو العلم. سيد علي، كان هنالك تصريح لمستشار الرئيس الأمريكي جابرييل سوما جاء فيه بأن واشنطن ستدعم الكاظمي إذا استجاب لمطالب الثوار، ما مدى حرص الجانب الأمريكي على تلبية مطالب ثوار تشرين؟ ومن الذي أوصل العراق إلى هذه النقطة؟ من الذي أوصل العراق إلى هذا الوضع؟ أليست أمريكا؟ من هو الذي غزا العراق واستعمر العراق؟ ليست أمريكا؟ كل بلاء العراق هو بسبب أمريكا، كل ما يجري بالعراق أمريكا هي السبب الأول وليس الأخير به. بسبب أمريكا تمكنت الميليشيات الإيرانية من فرض سطوتها على هذا البلد، وفرض قادة الميليشيات وفرضوا، بالنسبة أن فرضوا يعني عملية القتل الممنهج أفرضوها كي تتزامن مع ذكر اسم العراق اليوم بأي معهد دولي، اينما ذكر اسم العراق نلاحظ ذكر الميليشيات وذكر الارهاب وذكر القتل. امريكا هي السبب الرئيسي بكل هذا، على امريكا هي اولا ان تنظف كل قاذوراتها ابتداء من العمليه السياسيه انتهاء باخر رجل تم طرح اسمه. شكرا جزيلا لكم علي عزيز عضو اللجنه المنظمه لتظاهرات ثوره تشرين، كنتم معنا عبر الهاتف من بغداد.